بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد ياسين من فريق عمل أبس ستافتين. هنبدأ مع بعض المحاضرة رقم 19 من محاضرات تعليم الجافا تو انتربرايز اديشن. إن شاء الله النهاردة هنكمل المثال بتاع البوك ستور، وهنبدأ بقى إيه في الخطوات الخاصة بإنشاء المثال. تعال نفتح الابليكيشن بتاعنا. احنا عملنا ايه؟ احنا كل اللي احنا عملناه في البداية كده، احنا عملنا صفحة HTML عادية خالص، وفي الصفحة دي عملنا صفحة HTML page، وفي الصفحة دي بدأنا ايه رسمنا تيبل، والتيبل ده حطينا في ايه مكان للكتاب ومكان للعنوان والكلام ده. فاحنا عملنا المثال اهو، عملنا عمود فيه اسماء فيه عبارة عن تشيك بوكس، وعمود تاني فيه البرايس بتاع الكتاب وصورة الكتاب. ده طبعا ايه HTML اللي احنا خدناه في البداية خالص، مفيهوش اي جديد. الفكرة بس او التركية في الصفحة دي ان انا عندي هنا نفتح السورس، عامل لنا كل كتاب مركزين على اسمه. بصوا النيم والفاليو، النيم وايه والفاليو. الفاليو هنا عملتها ايه؟ قسمتها حتتين، الجزء الاولاني اسم الكتاب، والجزء الثاني سعر الكتاب، وربطت بينهم بعلامه الهاش، اي علامه، المهم ان انا اعرف اميز ان الفاصل بين الاسم والقيمه بالمنظر ده. ممكن تعملها باي طريقه تانية مش مشكله، انا بالنسبه لي عملتها بالطريقه دي، ان انا خدت ايه اسم الكتاب وهاش وبعدين سعر الكتاب، ده الفاليو بتاعتي. ده عشان اخد القيم دي كلها اعمل لها اتريشن وابدا اجيبها. ده خلاص كده الصفحه خلصت، الصفحه كلها كده. كل الفكره فيها ان انا عندي كل تشيك بوكس خلاص في ايه في اسم وفي ايه في سعر. عملنا كمان ايه، عملنا الصفحه زي الساب دي. هنا عملت ايه بقى؟ نركز في اللي احنا عملناه هنا. انا عملت سيشن سيشن عادية اهي، قلت له هات لي السيشن، وعملت انيميريشن عشان يجيب لي كل البارامتر اللي جاي من الريكوست. ايه البارامتر اللي جاي من الريكوست؟ اكيد كل دول بوك 1 وبوك 2 وبوك 3 وهكذا. يبقى انا ايه، فهو المفروض ان هو احنا عارفين الانيميريشن بيعمل ايه، او البارامتر هنا ايه هيجيب لي اسم البارامتر وايه وقيمته، فهيجيب لي كل اسماء البارامتر. ايه اسماء البارامتر عندي؟ تعال نفهم اسماء البارامتر ايه. ام اس بينت كده، انا عندي البارامترز كلها ايه بالمنظر ده. عندي البارامتر اسمه بوك، اندرسكور 1 ده الاسم، ده اسم البارامتر خلاص او الاتريبيوت. الفاليو بقى عباره عن ايه، اسم الكتاب مثلا ايه سيكوال، مثلا سيكوال بلس او سيكوال دوت مثلا $20، دي اللي هي ايه دي الفاليو. فانا بعمل ايه، بعمل انيميريشن بيجيب لي كل اسماء اللي الكتب اللي عندي، حلو، او كل الفاريبل. طب مش شرط يجي كتاب بس، هيجي حاجات تانية قدام واحنا ماشيين هنشوفها. فاقول له هات لي كل اسماء الفاريبل اللي جايلي من او البارامتر اللي جايلي من اليوزر الحالي او الريكوست، او بعدين عملت هاش ماب عشان اخزن فيه. الهاش ماب طبعا عبارة عن ايه، زي ما احنا عارفين الهاش ماب عبارة عن مكان اقدر اخزن فيه الشكل زي كده. يعني الهاش ماب عبارة عن شكل زي كده، أو هاش تيبل عبارة عن متغير منظره كده، بيتقسم لأجزاء كده. فأنا بخزن هنا إيه بوك 1 مثلا، وهنا بوك 2 أسماء الكتب أو أسماء متغيرات كده، بوك 3 وهكذا. وده مثلا هيبقى إيه سيكوال 20، معرفش إيه، أحط فيه إيه القيم. ده ايه، ده الهاش
ماب. خلاص يبقى الهاش ماب عبارة عن ايه؟ عبارة عن جدول بتخزن فيه ايه؟ في الميموري بتخزن فيه الفاليو الكي والفاليو. ممتاز. وبعدين فانا عملت هاش تيبل بيشيل اتنين سترينج، اهي عبارة عن هاش تيبل، عرفت مجموعة من المتغيرات زي اسم الكتاب، الاي دي بتاع الكتاب وسعره وبارامتر وفول نيم ومعرفش ايه، شوية متغيرات اهم. وبعدين عملت لوب على كل ايه اسماء الكتب الموجودة هنا. انا هننتبه لحتة مهمة بقى. ايه الحتة المهمة دي؟ ان انا عندي كل البرامتر اللي انا محتاجها لازم يكون اسمها ايه؟ اسمها بوك اندرسكور حاجة السعر، صح؟ فبالتالي عندي 1 2 3 4 حروف، فبالتالي ايه لو جالي اي متغير مثلا هيجي لي متغيرات تانية باسماء تانية، انا يهمني يكون ايه في كلمة بوك. طالما في كلمة بوك يبقى ده ايه معناه ده تشيك بوكس بيحمل لي اسم كتاب. هيجي لي بقى متغيرات تكست 1 بقى وليبل ومعرفش ايه، مش هيهمني كل الكلام ده، انا يهمني ايه اي متغير في كلمة بوك. وبالتالي بعمل ايه؟ بقول له هنا خلي بالك هات لي كل المتغيرات. قال لي حاضر هجيب لك كل المتغيرات بغض النظر فيها بوك ما فيهاش بوك، اي متغير جاي من اليوزر او من الريكوست هيتخزن هنا. وبعدين بقول له ايه؟ بقول له ابدأ هات المتغير الحالي الجديد حطه في بارامتر. ممتاز. فاول واحد مثلا جالي بوك 1 قلت له حطه في بارامتر. بقول له بقى اذا كان اللينس اقل من 5، اذا كان اكبر من 5 ماشي اشتغل ابدأ كمل شغلك اهو. 1 2 3 4 5. اذا كان اقل من كده ما تكملش شغل. حلو. فبقول له ايه طول ما هو اكبر من 5 كمل شغلك هيكمل. طيب بقول له بقى اذا كان من 0 ل 4، اذا كان من 0 ل 4 بقول له هات القيمه المتخزنه في البرامج الحاليه. لو كانت بتساوي بوك كلمه كتاب من 0 ل 4 يعني 0 1 2 يعني 4 يعني من 0 مش 4 حروف سب سترينج يعني، قول له ايه يبقى 0 1 2 3 4 ادي 0 يبقى 1 2 3 4 يبقى كلمة بوك. بقول له لو أول 4 حروف لو أول 4 حروف بيساوي كلمة بوك تعالى بقى ايه اللي يحصل بقى. قلت له الفول نيم هات لي بقى ايه هات لي كل الاسم بتاع ايه بتاع البرامتر الحالي. هيجيبوا لي بقى هيجيب لي القيمة بتاعته. ايه القيمة بتاعته؟ القيمة بتاعته هتبقى ايه بوك 1 مثلا ايه بوك 1 ده 20 دولار، ده بوك 1 ده اسم الكتاب، ده الاسم ده النيم. خلاص ده النيم. الفاليو بقى الفاليو هتبقى مثلا ايه سيكوال مثلا 40 دولار. خلاص فبقول له ايه ادي كده فول نيم ادي الاسم كامل ان هو هيبقى جزئين السعر والكتاب، واقول له دور لي على الاندكس فين بتاع الهاش رقمه كام او البوزيشن بتاعه كام. فعملت متغير اسمه هاش اندكس اللي هو ده بيبدأ من الزيرو او الانيشال فاليو زيرو. بقول له روح دور لي على ايه على هاش فول نيم دوت اندكس اوف، فبيروح يدور بيقول لي اول مره بيلاقي ايه بيلاقي سيكوال هاش كده المفروض دي هاش عفوا دي هاش فبيقول له دور لي على مكانها فين، فبيقول لي 0 1 2 ده البوزيشن بتاعها 3. خلاص فبيقول لي ايه البوزيشن بتاعها 3. قلت له كويس اسم الكتابة هات لي الاسم كله من 0 لحد الاندكس. يروح يدور ادي 0 1 2 لحد الاندكس لحد هنا يبقى هيجيب لي اسمه ايه سيكوال. كويس يبقى ياخد الاسم يحطه في البوك. طيب وعايز اجيب السعر بقى قلت له ابدأ لي بقى من الهاش لحد الاخر، فبيجي ايه ادي الهاش هو رقم 3 بيبدأ من هنا بعديها طلع كام طلع 40 دولار، فبياخد ال 40 يحطها في اللي
في البرايس. ممتاز. وبعدين يبقى عملنا الفول نيم، هجيب لي الكلمة كلها، وبعدين هيعرف لي البوزيشن بتاع الهاش دي اللي هي الفاصل او السيبريتور. وبعدين طبعا ممكن تحط سيمي كولوم، اي حاجة انت ممكن تحط براحتك، اي حاجة تميز بس تفصل السعر عن اسم الكتاب. قلت له هات لي بقى اسم الايه الكتاب، بيبدأ من الزيرو لحد ما اشوف كلمة الهاش دي، قبل كده هو ده كله اسم الكتاب، وبعد كده اللي هو السعر زي ما احنا ايه زي ما احنا شفنا كده اهو. تاني هيطلع مثلا ايه جافا هاش $50 مثلا. فهو بالنسبة له ايه، بالنسبة له ان الجزء ده البوك اي دي والجزء ده البرايس، اللي بيفصل منهم مين؟ اللي بيفصل بينهم الهاش دوت. فبفصله وبحطه في متغير واقول له هات لي السب سترينج من الزيرو لحد الهاش، وعشان جيب البرايس هات لي من بعد الهاش للاخر. طيب حلو. وبعدين جبت خلاص، انا جبت الايه اسم الكتاب والسعر. فبعد كده ببدا احط الاسم والسعر في التيبل او الهاش تيبل اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي عباره عن كي والفاليو. بيفضل يعمل بقى اللوب، بيفضل يلف لحد ما يخلص كل اسماء الكتب اللي اليوزر اختارها. اختار كتابين يبقى يلف كتاب مرتين، اختار كتاب هيلف مره واحده، اختار 10 كتب هيلف 10 مرات لحد ما يملا الهاش تيبل. يبقى عدد مع عمل عدد السلكتات اللي هو هيعملها هو عدد نفسه عدد ايه عدد الكتب اللي هيدخل في الهاش تيبل. ماشينا عادي الكلام ده كله، مفيش مشكله بتاع كل محاضره. بعدين بقى هي دي بقى ايه الحته اللي هنبدا خلاص، الهاش تيبل بقى معانا في ايدينا بقى. بقى ايه الهاش تيبل او الهاش ماب بقى عباره ايه، بقى شكله عامل كده دلوقتي، بقى جدول بقى متخزن فيه ما يلي كده، متخزن فيه اسم الكتاب مثلا ايه سيكوال جافا اوراكل مثلا. المهم ايه بيتخزن اسم الكتاب وبيتخزن تحت ايه البرايس السعر. خلاص اهو ده اهم حاجه عندي ايه الماب دوت بقى فيه ايه كل القيم دي. بعد كده خلاص طالما معانا بقى خدوا بقى ارسم بقى خلاص بقى جدول. احنا فاكرين اول محاضره بتاعت التعامل مع الداتابيز كان ايه، كان مشكلتنا ان احنا نجيب البيانات من التيبل ونرسمها في تابلر بقى في جريد ده في اي حاجه مفيش مشكله. نفس الكلام انا قدرت ان انا اصمم تيبل زي كده في الميموري اسمه هاش تيبل خلاص او الهاش ماب، وبقى في اسم العمود والقيمه بتاعته بالمنظر ده. خلاص بعد كده خلاص الموضوع بقى سهل، ابدا بقى عملت اتريشن اتريتور عادي اهو، بقول له روح هات اعمل لي اتريتور مربوط بالهاش تيبل بتاعي، واذا كان لسه الاتريتور جواه قيمه اعمل ايه هات لي اسم الاتريتور او الكي حطها في الكي، وهات لي الفاليو حطها في الفاليو اهو اتريتور دوت نيكست حطها في الكي، والماب دوت جيت الكي هات لي قيمه الكي حطها فين حطها في الفاليو. وبعدين ايه زود لي كلمه التوتال، التوتال عباره عن التوتال الحالي زائد قيمه الكتاب الجديد. فاول لفه يبقى زيرو زائد مثلا $40 يبقى $40، اشتريت كتاب تاني ب$20 هياخد ال20 زائد ال40 يبقى هنا $60. الكاونت دي عشان يعدل كام كتاب انا اخترته لحد هنا ايه بدات ايه بحط الايه الكلام ده كله قدامي كده. وبعدين ببدا ايه اقول له خد لي بقى اسم الكتب ده حطها في السيشن. ابدا بقى استخدم السيشن هنا بقى هشوف، بص هبدا استخدم السيشن في طبعا ممكن اخد زي المحاضره اللي فاتت ناخد الكونتكست نحط فيه الكلام ده كله لو احنا عايزين ايه الموضوع بابليك، لو عايزين برايفت على السيشن الحالي فببدا ايه اقول له خلي بالك هات لي السيشن حطه لي هنا بالمنظر ده. خلاص كده بقى السيشن عندي في كل اسماء التيبل برضو. السيشن بالظبط دلوقتي عامل كوبي من مين؟ كوبي من الهاش تيبل، كوبي نسخه بالظبط برضو جواه كي والفاليو. بقى انا عندي قيمه متخزنه في الهاش تيبل، بس دي هتموت امتى في الهاش تيبل دي؟ هتموت لان عمرها ايه داخل الصفحه دي، بس مجرد ما اروح لصفحه تانية خلاص الهاش تيبل هيتمسح من الميموري عندي.
طب انا عايز احافظ على القيمه دي بتاعتي، عايز اخليها معايا طول ما انا ماشي، ايه طول ما انا ماشي في الصفحات، عايز اروح اسدد بقى قيمه الكتب، عاوز اروح ارجع الغي كتاب، عاوز اروح مكان تاني اضيف كتاب جديد. يبقى في حاله زي كده مش هينفع امشي بالماب او الهاش ماب، ما ينفعش، لان الهاش ماب ده لوكال فاريبل هيفضل مكانه جوه بس ايه جوه الصفحه دي. طب انا عاوز اخد بيانات الكتب اللي انا اخترتها معايا في السيشن، اروح بيها صفحات تانيه. في الحاله زي كده يبقى انا لازم اعمل ايه؟ لازم اخد الكلام ده كله احطه جوه السيشن زي كده. يبقى دي فكره ان انا السيشن، ان انا باخد الكتب اللي انا اخترتها اللي كانت متخزنه في الهاش تيبل بحطها في السيشن زي كده. وبرده قلنا السيشن عباره عن هاش تيبل او مخزن للبيانات على شكل الجدول. كده خلاص ضمنت ان البيانات اتخزنت في السيشن. بعد كده خلاص الموضوع انتهى، هرسم بقى تيبل، اقول له روح هات لي الفاليو حطها في العمود الاولاني والكي في العمود الاولاني. خلاص بقى الموضوع بقى ايه، عملت تي ار اهو، وعملت جواه تي دي اللي هو العمود، واول عمود بحط فيه الكي، وبعدين بقى في العمود بفتح الرو جديد بحط فيه الفاليو وبقفل العمود، وافضل ايه يخش الكلام ده كله جوه اللوب زي كده لحد ما ايه كل جزء ده اللوب ياخد القيمه من الاتريتور حطها في السيشن، بعدين نرسمها على الجدول او على البيج وهكذا. بعد ما بيخلص خلاص بقى ايه نبدأ نقفل كل الكلام ده بتاعنا خلاص بالمنظر. الجزء ده انا عامله ليه؟ عملت هنا كمان فورم ان هو يروح يفتح لي فورمة او بيج جديدة اسمها ايه. طبعا هنا اللي عاوز يعمل باك يدوس باك خلاص الفورم دي او الانبوت دوت عشان يعمل لي باك، باك يرجع لي على الصفحة اللي اسمها ايه اسمها store.html بالمنظر ده خلاص. تعالى ايه تعالى نرن. اللهم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هنا بقى ايه هنبدا بقى ايه نختار بقى الجداول كده ادي الكتاب. طبعا الموضوع بقى سهل بالنسبه لنا، وحاولت اوضح الفرق بين الهاش تيبل وبين السيشن، وعرفنا ان السيشن عشان ناخد البيانات انقلها او نشوف نقلها بقت معايا كده. دلوقتي خلاص ادي الكتب اللي انا اخترتها، باك رجعني تاني على الصفحه اختار كتب جديده بالمنظر ده وارجع باك، مش عاجبني دول اختار كتب تانية. طيب كده خلاص خلصنا المحاضرة بتاع النهاردة. ان شاء الله المحاضرة الجاية نكمل بس الجزء اللي فاضل بتاع ان احنا نظهر الريبورت النهائي وسند، ونتكلم شوية عن الجيت والبوست، ونكون ان شاء الله خلصنا جزء كبير جدا من السيرفلت. اي سؤال اي استفسار، منتظرينكم على appstudy.com. السلام عليكم ورحمة الله.